تمام يا جماعة، هلا زي ما انتم شايفين قدامكم بهلا بهذا الفيديو ايش رح نعمل؟ رح نكمل مجموعة مهمة جدا من الاكسرسايزز على سكشن 2.3. بحكي لي اذا 4x ناقص 9 اقل او بدها تساوي f of x، اقل او بده يساوي هذا ال f ال x، x تربيع ناقص 4x بلس 7 لاي قيمة ل x فور اني x، بس ايش المهم انها تكون اكبر او بدها تساوي 0. بقول لي اوجد الليمت ل f ال x as x approaches ال 4. انتو يعني اول ما تشوفوا زي هيك سؤال، شو اول اشي ممكن يخطر على بالكم انه نشوفه او نختبره؟ اي يا انه جماعة، نعوض الأربعة نعوض الاربعة. وين نعوض الاربعة؟ المعادلتين فوق اكبر او اصغر. المعادلتين نعوض لمت الأربعة، قصدك يعني نوجد هون النهاية للأربعة إكس ناقص 9 ولا الإكس تربيع ناقص 4. يعني بقول 4 في 4 ناقص 9 و4 تربيع ناقص 4 في 4 زائد 7. ممتاز، حلو كتير، منيح جدا جدا التفكير، ولكن مصعب انت بالذات، بس تنساش انه هنا في ليميت، في يعني الافضل تحكي لي خذ الليميت از اكس ابروشز الاربعه بس، يعني هاي كملاحظه بسيطه جدا بس ممتاز، يعني اللي فكرتوا فيه صح. طبعا ايش اسم الثيورم او الفكره اللي انتم فكرتوا فيها بهذا السؤال؟ يعني هذا الشيء اللي انت عم تحكوه مش هيك يعني تحت اسم معين، ايش هو هذا الاسم؟ ساندويش بالضبط، بسكويز. ان انا عم انتوا عم تحكوا لي خذ الليميت لهذا المقدار اللي هو 4x ناقص 9 as هال x approaches ال 4. كم بيطلع هذا جوابه؟ 4 في 4 ناقص 9 which is equal 7. بنفس الطريقه عم تحكوا لي خذ الليمت لهذا المقدار الثاني اللي هو اكبر من f ال x واللي هو عباره عن x تربيع ناقص 4x plus 7 as x approaches ال 4. هلا هذا قديش الليمت اللي له؟ برضه 7. 4 تربيع 16 ناقص 4 ضرب 4 16 بلس 7، يعني زي ما حكى مصعب كمان عبارة عن 7. طيب بما انه f of x محصور بين two functions، اذا بدكم سموا هذا g of x وسموا هذا h of x اذا بدكم، وطلعت الليمت ل h g of x بدها تساوي الليمت ل h of x وبتساوي رقم اللي هو عبارة عن 7، شو بتستنتجوا؟ هي هون، اذا شو بنستنتجوا؟ انه هي موجودة بتساوي 7. إذا الليمت لـ f الـ x as x approaches الـ 4 اللي هو نفس هذا الرقم ها بتساوي 7. هذا الحكي كلياته باي أي ثيورم؟ باي السكويز أو الساندويتش ثيورم. نستنتج إنه الليمت لـ f of x as x approaches الـ 4 بتساوي 7. ممتازين. هلا ناخذ مثال ثاني. في حدا يا جماعة عنده أي سؤال قبل ما أروح عن هذا السؤال؟ إلا سؤال ثاني. ممتاز. لو اجينا هلا اخذنا السؤال الثاني هذا بهالشكل، بحكي لك find the limit، رجعنا ثاني مره لفايند الليمت if it exists، اذا كانها موجوده if the limit does not exist explain why. تمام؟ هلا بدي اعطيكم مجموعه من الليمتس، بدي اياكم كلياتكم تحاولوا قدر الامكان تفكروا بكل واحده منهم وتحكوا لي هل هاي الليمت اكزيست ولا لا؟ اذا اكزيست ايش هي القيمه تاعتها؟ اذا does not exist ليش؟ يعني بدكم توضحوا لي انه ليش هاي الليمت مش اكزيست، بس هذا هو السؤال. اول ليمت هي هاي الليمت ل 2 بلس اتش كلها تكعيب ناقص 8 على h as h approaches الزيرو. يلا يا جماعه، لا لا اصلا بس كله موجود المقام، بس ايش المقام h؟ اوكي يا جماعه ثاني مره، هي عباره عن 2 بلس h كلها تكعيب ناقص 8 على h as h approaches الزيرو. يلا مين حابب يحكي لي اول شيء شو بيعمل بهاي الليمت؟ اسمعوا خلونا عشان يعني الحمد لله هيكم مشجعين، اول شيء نعوض بس واحد واحد، يعني حتى اذا بتعملوا ريز هاند بكون افضل. يلا يا منير احكي معي. نعوض في الصفر اول شيء. بنعوض الصفر، شو بيطلع معك الجواب؟ 2 زائد 0 تكعيب ناقص 8 على 0. يعني
2 تكعيب 8 ناقص 8 0 على 0 0 على 0 اذا شو اللي لازم بالضبط اذا شو اللي لازم هلا احاول اخلص منه بال بالليمت هاي اللي هو هذا التكعيب الاتش ناقص 0 اللي هو نفسه عباره عن الاتش هذا اللي لازم اتخلص منه تمام عشان احاول اتخلص من هاي الاتش شو برايكم شو ممكن فكره تقدر تخليني هيك اوصل لنتيجه ممتازه يعني بهذا السؤال بفك التكعيب باخذ الاتش وبعمل معادله تربيعيه بتخلص من المقام شوي خلينا واحده واحده مصعب بفك التربيع بتفك التكعيب عفوا شو قصدك فيها كيف بدك تفك التكعيب بعمل معادله تربيعيه نقلني كيف وحط اتبراها اوكي نقلني اذا هيك كيف لا شوي هاي بدور كلام اوكي بما انه بدور وقلم اذا جوابك حيكون طويل شوي مصعب فلا بدي ايش اسهل يعني ايش مش طويل كتير الجواب تاعه يلا وينكم يا مصحصحين 2 زائد اتش 2 زائد اتش تربيع شوي وقام تاني مرة عن البسط عندنا فرق بين مكعبين 100% صح 100% هاي هون يا جماعة نرجع بس لملاحظة صغيرة إذا بدكم قبل ما أكمل السؤال هاي هون ريكول ذات يعني تذكر التالي إنه A تكعيب ناقص B تكعيب شو بتساوي تحليل هاي وقام A بنفتح قوسين الأول A ناقص B الثاني A تربيع زائد AB زائد B تربيع بالضبط A تربيع زائد AB زائد B تربيع هلا شوفوا يا جماعه هاد زي ما حكيتوا ايام شوفوا هون 2 بلس اتش كلها تكعيب اذا بدكم اعتبروا 2 بلس اتش هي كلها عباره عن ايه فهذا زي كأنه انا عم بقول لك ايه تكعيب وال8 هي نفسها عباره عن 2 تكعيب فانا فعليا زي كأنه عم بقول لك ايه تكعيب ناقص بي تكعيب هي بالضبط هيك الفكره تمام فتاني مره الايه تكعيب ناقص بي تكعيب بقدر احللها بالشكل التالي ايه ناقص بي مضروبه في A تربيع زائد AB زائد B تربيع تمام؟ هلأ هون 2 زائد H كلها تكعيب اعتبروا 2 زائد H كله عبارة عن مقدار واحد سموه إذا بدكم A فهي A تكعيب 2 ناقص 2 والثمانية هي عبارة عن 2 تكعيب فهي كمان عبارة عن فرق بين مكعبين 100% يا وئام فهلأ نرجع للي كنا عم نحكي هون هلأ هذا بصير هو عبارة عن 2 بلس H ها هيها اللي هي نفس الـ A بده ناقص منها الـ B قديش يعني؟ ناقص 2 ناقص 2 في 2 زائد H اللي هي الـ A كلها تربيع زائد 2 اللي هي نفسها الـ B هون 2 تكعيب في 2 بلس H زائد B تربيع اللي هي عبارة عن 4 حدا يا جماعة مش فاهم أنا شو اللي عملته هون؟ في أي حدا عنده أي استفسار على هاي؟ ممتاز هلا بتعوض اتش بالسؤال هلا هاي اللي مش بتساوي شوفوا هون 2 بلس اتش ناقص 2 شو يعني هذا الحكي؟ بتصير عندي هون بس اتش والمقدار الثاني هو عباره عن 2 بلس اتش كله تربيع طبعا خلوه زي ما هو ما فيش داعي تفكوها لانه كمان شوي رح نعوض الاتش زائد 4 على اتش از اتش ابروتش الزيرو هلا الاتش بتروح مع الاتش زي ما حكت وقام ويعني مش بس انه الاتش راحت مع الاتش كل المشكله راحت مش كل المشكلة كانت بسبب ان الاتش انا عندي موجودة هلا الاتش راحت هلا هاي لو نعوض الزيرو شو حيطلع معي 2 تربيع هاي هون اذا بدكم هيك الليمت ل 2 بلس 0 كلياتها تربيع زائد 2 في 2 بلس 0 زائد 4 وهذا طبعا الاتش تقترب للزيرو شو جواب هاي الليمت 4 زائد 4 زائد 4 واللي هو 4 زائد 4 زائد 4 بتساوي 12 100% حدا يا جماعة في عنده اي سؤال على هاد اي سؤال بس ارجع على القانون اي ارجع لوين لهون مصعب ايوه تماما اوكي في عندك سؤال ولا بس خلاص تمام زياد سؤال بعد المساواه لازم نكتب الليمت او النهايه تقترب لهيك قصدك هون تحت يعني هلا هون لما احنا وصلنا الاتش طبقناها مع الاتش لو عوضت مباشر حطيت له الجواب مش مشكله صح بتضل بس طول ما انا في عندي مشكله فلازم اكتب الليمت فهمت علي تمام يعني مثلا ما بقدر اشطب الاتش مع الاتش بده يكون في عندي ليميت لانه قبل شوي حكينا
ممكن الاتش هي تكون زيرو، بس بوجود الليمت لما بحكي لي الليمت للاتش تقترب من الزيرو اكد لي انه هاي الاتش مستحيل تكون زيرو، فساعتها بقدر اشطبه انا مرتاح. يعني كمثال ليش اهميه الليمت هون يعني لازم تكون موجوده. تمام، هلا ناخذ مثال ثاني. طبعا كود على نفس السؤال، انه فايند ليمت اذا كانها موجوده، واذا مش موجوده نعمل اكسبلينيشن. الليمت ل 2x بلس 12 على القيمة المطلقة للإكس بلس 6 as x approaches الماينس 6. يلا يا جماعة شو رأيكم بهلأ هاي الليمت؟ نعوض في سالب 6. هلأ بدك تعوض سالب 6، ماشي. بس منير بعدها بحل القيمة المطلقة. بحل القيمة المطلقة، بدنا نحل القيمة المطلقة أو نعرف القيمة المطلقة بالضبط. يا بصراحة القيمة المطلقة ممكن ناخذ اليسار واليمين زي ما كنا نحكي قبل شوي. أكيد، عشان أنا أقدر أعرف الليمت لهذا المقدار لما X تقترب من الماينس 6 لازم أكون متأكد هل هي من اليمين نفس من الشمال. طبعا ليش أنا هذا الحكي بسأله هلأ هون؟ لأنه في عندي قيمة مطلقة، تمام؟ الإلكترون اللي أنا عندي على يمين السالب 6 بما معناه في له قاعدة معينة، وعلى يسار السالب 6 في له قاعدة تانية تماما، فبالتالي لازم اختبر هل هدول التنتين حيكونوا متساويات ولا لا. فيلا اول شيء نعيد التعريف. القيمه المطلقه للاكس بلس 6 شو بتساوي هلا هاي لما نعيد التعريف تاعها؟ اكس زائد 6 اكس بلس 6. ايوه، لما اكس اكبر او يساوي 6، اكس اكبر او بتساوي ناقص 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 6. والثانيه سالب اكس ناقص 6 سالب اكس زائد بالضبط، او بقدر اكتبها بالطريقه هاي بين قوسين، يعني لما الاكس اقل من ماينس 6. ممتاز يا احسان. هلا 2x بلس 12 على القيمه المطلقه للاكس بلس 6 يا احسان شو بتساوي وفقا لاعاده التعريف اللي عملتيها فوق؟ نعم، هلا هذا المقدار شو بيساوي وفقا لاعاده التعريف اللي عملتيها فوق؟ اللي هي 2x زائد 12 على x زائد 6، بس في عندك سالب 6 بالضبط. فيسالب x زائد 6. والثانيه 2x زائد 12 على x زائد 6. اوكي، مين بيقدر يبسط لي هاي اكثر من هيك؟ بنخرج بالضبط، وتخرج 2 عامل مشترك، شو حيصير معك؟ نطلع 2 عامل مشترك. تمام، ونختصر الاكس زائد 6 في البسط المقام. بالضبط، انا هذا اللي بدي اياه. بس هلا انا عندي هاي 2 اكس بلس 12، بقدر اكتبها بهذا الشكل 2 في اكس بلس 6، لكن اذا انا وصلت لهي المرحله فبشطب هاي مع هاي، فبالضبط هذا بتصير عباره عن سالب 2 و2. سالب 2 لما الاكس اقل من ماينس 6، و2 لما الاكس اكبر او بدها تساوي ماينس 6. هلا الامور صارت عندي جاهزه، هذا هو عباره عن 2 اكس بلس 12 على القيمه المطلقه للاكس بلس 6. هلا ليميت لا 2 اكس بلس 12 على القيمه المطلقه للاكس بلس 6 as x approaches the minus 6. عشان اوجد حكينا هاي الليميت لازم اخذ من اليمين ومن اليسار. خلونا نبلش مثلا باليسار. شو بتساوي الليميت لهذا المقدار as x approaches the minus 6 من اليسار؟ هي نفسها الليميت ايش؟ لا السالب 2 صح؟ للسالب 2، واللي هي نفسها بتساوي سالب 2. ممتاز، هي اول شغله. الليمت الثانيه هي نفس المقدار 2x بلس 12 على القيمه المطلقه للاكس بلس 6 بس سالب 6 من جهه اليمين، بتساوي ليمت لايش؟ للتنين وتساوي 2 100%. كون التنتين مش متساويات شو بستنتج؟ غير موجوده. بالضبط، اذا الليمت ل 2x بلس 12 على الاكس بلس 6 بالقيمه المطلقه لما هالاكس تقترب للسالب 6 does not exist. طيب ليش does not exist يا جماعه؟ بس السبب، يعني ليش السبب انها does not exist؟ الليمت اليمين لا يساوي اليسار. كونه حكي لي اكسبلين اكسبلين ليش هي بتكون does not exist لما تكون يعني does not exist، فلازم نحكي له السبب. اذا سنس إنه الليمت as x approaches السالب 6 من اليمين لا تساوي الليمت as x approaches السالب 6 من اليسار، بس هذه هي كل الفكرة.
حدا جماعة عنده أي سؤال على هذا؟ ممتاز. رقم ثلاثة هلأ عندنا هو عبارة عن الليمت لتنين ناقص القيمة المطلقة للإكس على تنين بلس إكس as X approaches السالب تنين. هلأ جماعة احنا بنعرف دائما لما يكون في عندك قيمة مطلقة ما اختلفنا انه بلزم ان اعيد التعريف، لكن بحكم انه احنا صرنا من اول الفصل عم نعيد تعريف القيمة المطلقة وهلأ اخذنا اكثر من مثال على إعادة تعريف القيمة المطلقة، راح افضل انه بعض الاسئلة تحاولوا انكم تصيروا تجاوبوا على القيمة المطلقة بدون ما تعيدوا تعريفها. كيف يعني؟ يعني تقدروا انكم تستبدلوا القيمة المطلقة للإكس مثلا زي هون بإكس او ماينس إكس حسب انا ايش معطيكم الإكس تقترب لإله. مش احنا هيك بنشتغل؟ لما انا اعيد التعريف مباشرة بالضبط زي هون انا اعيد التعريف ما اختلفناش عليه، ولكن بعدها شو صرت احكي؟ بما ان انا عم بقترب للسالب 6 من جهة اليسار فإذا لازم اخذ اللي هي القاعدة اللي فيها سالب 2. لما حكينا سالب 6 من جهة اليمين لازم اخذ القاعدة اللي فيها 2. هلا احنا بدي اشتغل نفس الشغل هذا ولكن بدون ما اعيد تعريف القيمة المطلقة من ناحية سرعة. فهلا شو رأيكم هون؟ شو لازم اصير اعمل؟ بتساوي ليمت ايش؟ 2 زائد اكس انا بنستبدلها بتصير 2 زائد اكس لانه بناخذ السالب اكس. سالب السالب اكس 100% على 2 زائد اكس. ليش؟ لانه الاكس تقترب من السالب 2. لما الاكس تقترب من السالب 2 يعني من عدد سالب معناها اكيد القيمة المطلقة للاكس هي عبارة عن ماينس اكس. ممتاز. وهذا بتساوي اللي هي ليمت للواحد طب لا ليش صفر 2 بلس اكس على 2 بلس اكس. تمام. as x approach السالب 2 اللي هي عبارة عن 1 كونه عبارة عن constant. حد عنده يا جماعة سؤال على هاد؟ طب ليه ممتاز. ما عرفنا القيمة المطلقة؟ تقدر يعني عادي مصاب. هو الصح يعني او الحل الكامل خلينا نحكي انك تبلش بعد تعريف القيمة المطلقة وضلك ماشي عند اخر خطوة، لكن بما انه احنا صرنا يعني عايدين القيمة المطلقة لأكثر من مرة للقيمة المطلقة للإكس وحلين أكثر من سؤال عليها، فرح أحب إنكم تتعودوا شوي تحلوا هاي الأسئلة بدون ما تضلكم تعيدوا تعريف القيمة المطلقة. خلاص يعني على السريع أنا عم بقترب من السالب 2 معناها أكيد القيمة المطلقة للإكس لازم تكون عبارة عن ماينس إكس مش إكس، لأني أنا عم بروح لقيمة سالبة مش موجبة. وصلت سلمتك. وإيديك يا رب. ممتاز. هلا نروح لمثال رابع واللي هو كالتالي. الليمت واحد على x ناقص واحد على القيمة المطلقة للx تاني مرة as x approaches الزيرو. يلا شو رأيكم هلأ بهاي؟ هلأ الزيرو ما بلزم نعمل خلوني الأول أخذها من اليمين. لا طبعا بلزم يا مصعب يا منير. شوف هلأ إحنا لما أحكي لك الx تقترب للزيرو يعني الليمت لما اكس تقترب للزيرو معناها لازم تشوف الليمت من اليمين ومن اليسار. تمام. تمام. لما احنا نحكي عن اليمين وعن اليسار معناها اكيد بلزمك تعريف يعني عدد تعريف قيمة مطلقة. لكن خلونا ناخذها هلا، خلونا ناخذ المثال الرابع بس تكون من ناحيه اليمين. شو رايكم؟ هاتوا نحل حل سريع بالنسبه لهاي. الحل السريع اني بدون اعيد التعريف الليمت هلا واحد على اكس هاي فيها مشكله نوكس لا تساوي صفر. هاي بتساوي لا هي مش تساوي صفر يا احسن عادي، بس انا قصدي مثلا من ناحيه اللي هي القيمة المطلقه هل فيها اي مشكله؟ فيش عليها قيمة مطلقة اساسا. لا ناقص هلا الاكس تقترب للزيرو من جهه اليمين واحد على القيمة المطلقه للاكس شو حتصير؟ واحد على اكس واحد على اكس. طيب واحد على اكس ناقص واحد على اكس شو بتساوي؟ صفر. صفر 100% ممتاز. طيب لو اخذنا هلا مثال خامس واللي هو عبارة عن الليمت لواحد على x ناقص واحد على القيمة المطلقة للx تاني مرة بس هالمرة as x approaches الزيرة من جهة اليسار يصير واحد على x زائد واحد على واحد على سالب x 100% بتصير هلا هاي بتساوي الليمت لواحد على x ناقص واحد على قديش قلتوا لي سالب x سالب x. شو يعني يا إحسان أتوقع اللي حكت اللي هي عبارة عن قديش بتصير؟ واحد على إكس زائد واحد على إكس يعني اللي مثله اثنين على إكس مش البسط مش المقام متساوي إذا بقدر أجمع البسط.
طيب الليمت ل 2 على x as x approaches 0 من جهة اليسار شو بتساوي هلا هاي؟ 2 على 0 سالب ما لا نهاية بالضبط كبداية منعوض عدد مباشر 2 على 0 ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية تمام؟ يعني رقم على 0 بشكل عام يا ما لا نهاية يا ماينس ما لا نهاية عشان أقدر أحدد بدي أشوف هذا x تقترب لل 0 من جهة اليسار معناها معوض رقم أقل من 0 بشوي يعني أقل من الصفر بشوي سالب فتنين على رقم سالب يعني موجب على رقم سالب هو عبارة عن لا سالب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية إذن هلأ بنقدر نستنتج إنه الليمت لواحد على اليمين لا تساوي اليسار not exist واحد على الكون المطلق للإكس as x approaches zero in general زي ما حكى منير does not exist السبب إما إنه من اليمين بتساويش من اليسار أو حتى كمان بتقدر تستنتجوها من هاي بس إنه الليمت لإكس لما تقترب للزيرو من جهة اليسار بتساوي سالب ما لا نهاية هذا الحكي برضو معناه إنه does not exist أوكي يا جماعة ممتاز هلأ في حدا عنده أي سؤال عند هون كله مفهوم يا جماعة هدول الليمت بس عيد نهاية من اليسار تمام هنا مصعب وصلنا أن الليمت لاثنين على x as x approaches zero من جهة اليسار هلأ بداية أنا بعوض عدد مباشر بهاي الليمت مش إحنا هيك متعودين بالليمت. لا هاي اللي قبلها الخطوة اللي قبلها قصدك لما عوضنا مكان الكمان المطلق لل x أيوة بالضبط تمام هلأ الكمان المطلق لل x لعدد سالب يا مصعب شو بتساوي أو شو بعوض مكانها سالب ايش السؤال؟ لما انا يكون في عندي كمان مطلقة وفي عندي عدد سالب ايش بعوض مكان الكمان المطلقة للإكس؟ سالب القيمة المطلقة سالب القيمة المطلقة للإكس سالب الإكس يعني بالضبط هي هذا سالب إكس لما الإكس أقل من زيرو وإكس أكبر أو بتساوي زيرو فبالتالي كوني أنا عم بقترب من عدد سالب اللي هو زيرو من جهة اليسار عدد عبارة عن عدد سالب فبالتالي الكمان المطلقة للإكس يكون عبارة عن ماينس إكس بس هذه هي كل للفكرة فهمت علي؟ وضحت خاصة المدك اوكي ممتاز هلأ يا جماعة في عنا سؤال ثالث شوفوا شو بحكي لنا وركزوا كتير منيح بهذا السؤال إذا الليمت لأف الإكس ناقص 8 على إكس ناقص 1 as X approaches الواحد بتساوي 10 find الليمت لأف الX as X approaches الواحد هلا هون بما انها موجودة فبتكون أف الX ناقص 8 بتساوي صفر بما انها موجودة تكون نهاية اليمنى تساوي اليسرى حلو كتير توقعت انه بصراحة تصصب وسؤال شوي بس لا ممتاز يعني نعوض بقيمة اكبر من واحد وبقيمة اصغر من واحد لا يا منير فيش داعي ناخذ نهاية البسط بتساوي صفر بالضبط بس هذه البداية هات يا جماعة نفكر أنه ياكم منطقيا لو البسط لو البسط اللي أنا عندي القيمة تاعته مش صفر تمام؟ يعني شوفوا نعوض أنه ياكم تعوض مباشر هاي هون الليمت لأف الأكس ناقص 8 على أكس ناقص 1 as X approaches الواحد خلونا نعوض أنه ياكم الواحد شو بعطيني؟ أف الواحد ناقص 8 على 0 as X approaches الواحد صح؟ بحكي لي انه هذا هو عبارة عن 10 تمام؟ هذا لما انا اعوض الواحد هلأ خلونا نفكر انه اياكم منطقيا لو اف الواحد ناقص 8 ما بتساوي صفر شو رح يطلع الجواب؟ شو لازم يطلع الجواب؟ ماينس انفينيتي او موجب انفينيتي 100% لو انا اف الواحد ناقص 8 بيساوي رقم بغض النظر ايش هذا الرقم يعني بس ما على الزيرو كان بصير عندي الليمت لرقم على زيرو فبالتالي الجواب يا ما لا نهاية يا سالب ما لا نهاية لكن مش هاي الحالة اللي أنا عندي لأنه هو حكي لي إنه الجواب بيساوي 10 هلأ معنى هذا الحكي إنه لازم غصبا عني وعنك يكون الليمت للبسط بتساوي 0 ليش؟ لأنه بصير أنا عندي 0 على 0 وبالتالي بتصير أنا عندي كمية غير معينة فممكن تكون ما لا نهاية سالب ما لا نهاية أو ممكن تكون رقم وهنا هي عبارة عن 10 فهمتوا شو الفكرة هون ولا لا؟ فهمتوا ليش لازم تكون الليمت للبسط بتساوي 0 لازم فهمتوا يا جماعة ولا لا؟ مفهوم مفهوم
ممتاز. إذن هون يا جماعة كونه هو حكي لي إنه هاي الليمت موجودة وبتساوي 10 وهاي الإكس تقترب للواحد، المقام أنا عندي 0 فلازم برضو كمان تكون الليمت عندي 0. تمام؟ هاي هون إذا بدكم نكتب هيك since الليمت لا f of x minus 8 على x minus 1 as x approaches 1 بتساوي 10. هذا الحكي معناه هاي هون IE يعني I mean إنها exist بالإضافة لأنه and the limit لx ناقص 1 اللي هو المقام as x approaches 1 بتساوي 0. تمام؟ كون أنا هذول الشغلتين عندي تحققوا إذن لازم غصبا عنا كلياتنا إنه الليمت للبسط f الx ناقص 8 as x approaches 1 تكون بتساوي 0. تمام يا جماعة؟ لعند هون في حدا مش فاهم أي خطوة أنا ليش عملتها؟ تمام. هلأ جماعة أتوقع هون الأمور خلاص صارت كتير بسيطة. يستخدموا قواعد الليمتس اللي حكينا عنها في البداية إنه الليمت بتتوزع على الطرح، فبتصير هاي عبارة عن الليمت لف الإكس ناقص الليمت لف الثمانية. قلتها الليمت لف الإكس يساوي 8 إيش هي؟ تطلع قيمتها 8 صح؟ بالضبط، تطلع الليمت لف الإكس بتساوي 8. هذا الحكي معناه إنه الليمت لف الإكس as x approaches الواحد بتساوي 8، لأنه طبعا الليمت لف 8 هي نفسها 8، زيدوا 8 على الطرفين وبتطلع معنا الليمت لف الإكس as x approaches الواحد 8. وطبعا هذا الإشي اللي هو كان أساسا طلب، حكى لي find limit لف الx as x approaches الواحد. حد عنده أي سؤال عند هون؟ ممتاز. هلأ ناخد كمان مثال رقم 4. شوف هلأ هذا المثال، هذا المثال كتير فكرته قريبة. هلأ is there a يعني عدد a أو sorry is there a number، خلينا نكتبها أفضل. is there a number a such that إن الليمت لثلاثة x تربيع plus ax plus a plus ثلاثة على x تربيع ناقص x ناقص 2 as x approaches the minus 2 exist if so إذا آه يعني find the value of a and the value of the limit. سؤال شوي طويل لكن مش صعب، خلونا نشوف ونقرأ شوي شوي أنا وياكم. يلا شو بحكي لي السؤال؟ Is there a number A؟ هل يوجد عدد مسمي لي إياه A بحيث إنه الليمت لهذا المقدار كلياته اللي بيحتوي على المجهول A as x approaches the minus 2 exist. exist معناها لازم تكون بتساوي رقم. إذا هاي الليمت أو هاي الـ A اللي بتخلي لي هاي الليمت exist كانت موجودة يعني في إلها قيمة، أوجد لي قيمتها وأوجد لي قيمة الليمت كلياتها. مين بيحكي لي كيف ممكن يبلش بهذا السؤال؟ نعوض مثلا نبدأ. تمام. هلا بما إن موجودة معناها صفر على صفر يساوي. أيوه حلو كتير حلو كتير حلو كتير، ممتاز يا سندس. هلا عشان تكون موجودة، ها شوفوا هاي الليمت عشان تكون أنا هون عندي موجودة، أنا بدي هذا المقدار يكون عبارة عن زيرو على زيرو. ليش؟ نفكر ليش. إذا المقدار اللي بالبسط كان مش زيرو والمقدار اللي بالمقام زيرو، ما أعرف شو رح يصير عندي، ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية. تمام؟ إذا المقدار اللي بالبسط أنا عندي هو اللي كان زيرو والمقدار اللي بالمقام مش زيرو، فحكت يعني عادي ممتاز جدا، بطلع معي الجواب لهاي الليمت زيرو، وساعتها بوجد قيمة الـ A من خلالها. تمام؟ فإذا أنا هلأ هنا في عندي شغلتين لازم أشوفهم. إذا هذا البسط عبارة عن رقم بيساوي زيرو والمقام عبارة عن رقم ما بيساوي زيرو، فبالتالي الجواب للليمت كلياتها زيرو، أو إذا هذا الليمت للبسط زيرو والليمت للمقام زيرو، وبهاي الحالة بدي أشوف زي ما كنت أشوف السؤال اللي قبله. تمام؟ فهلأ شوفوا كيف رح أشتغل. الإشي اللي بقدر أعرف قديش قيمته، ها شوفوا الإشي اللي بقدر أعرف قديش قيمته المقام عشان ما في مجهول، بنبلش في المقام 100%. هو بس المقام، ليش؟ إنه فيش فيات أي مجهول،
هاي المقام x تربيع ناقص x ناقص 2 as x approaches السالب 2. يلا يا جماعة لو نعوض هلأ هنا سالب 2 ليش بطلع 4 ناقص 2 ناقص 2 يعني 0. أها شو يعني إنه المقام طلع معي 0؟ يعني ما ضل عندي غير حل واحد وحيد بس، عشان تكون هاي الليمت اكزيست لازم كمان الليمت للبسط تكون بتساوي 0. تمام، كونها الليمت للمقام بتساوي 0 وانا بدي هاي الليمت تكون اكزيست، اذا لازم تكون الليمت للبسط 0. غير هيك حتكون هاي الليمت عباره عن ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه، وهذا معناه انها دزنت اكزيست. تمام يا جماعه، فاهمين الفكره اللي عم نحكي فيها ولا لا؟ لانه باقي السؤال سهل. اه يا جماعه قبل ما اخلص الوقت، فاهمين علي هون ولا لا؟ اه فاهمين. تمام هلا اذا ها سو فور ذا اكزيستنس اوف ذا ليميت، يعني حتى تكون هاي الليميت موجوده، الليميت يعني وي نيد الليميت للبسط، وين البسط؟ هيو 3x تربيع زائد ax زائد a زائد 3، احفظوا 3x تربيع زائد ax زائد a زائد 3 as x approaches الماينس 2 بدي اياه يكون بيساوي 0. هذه هي كل الفكره. يلا يا جماعه هلا هذا عباره عن بولينوميال، البولينوميال حكينا على طول بعوض فيها الارقام. شو راح يصير معي لما اعوض السالب 2 هلا؟ تصير معي هلا هاي عباره عن 12 صح، لما اعوض هنا سالب 2 ناقص 3 في 4 ناقص 2 a ناقص زائد a زائد 3 زائد a زائد 3 بدها تساوي 0. كم تطلع معكم قيمه الا على هذا الحكي؟ تطلع a 15. 15 اذا قدرت اني اوجد قيمه للa بحيث انه هاي اللي بتكون اكزيست. ليش؟ لانه لما اعوض الa بتساوي 15 في البسط واخذ الليمت as x approaches minus 2 بيطلع معي البسط 0، بطلع معي المقام كمان 0، فبالتالي الليمت عندي راح تكون اكزيست. وصلت؟ هلا بدي اوجد قيمه الليمت. سو سبستيوت هلا يعني عوض a بدها تساوي 15 ان ذا ليمت. خلونا نعوض هاي ال a اللي هي بتساوي 15 بالليمت، شو بصير معي؟ الليمت كانت انا عندي 3 اكس تربيع زائد a x يعني زائد 15 x زائد a زائد 3 يعني زائد 18 على x تربيع ناقص x ناقص 2 as x approaches الـ minus 2. هلا انا عارف سلفا انه جواب هذا الليمت لو اعوض تعويض مباشر قديش؟ 0 0 على 0 على 0 على 0. اذا انا شو لازم اتخلص هلا من هذا المقدار اللي هو عباره عن x بلس 2؟ اذا لازم هلا يكون في عندي x بلس 2 في هذا المقدار. يلا هاتوا نحللها. اول شيء شوفوا لو اطلع الثلاثة عامل مشترك من الكل بسهل على حالي. خلوا هاي ثلاثة اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 5 زائد 6 تمام، واللي تحت هي عبارة عن اكس تربيع ناقص اكس ناقص 2، هاي عادية فيش فيها اي مشكلة. هلا هاي بتساوي الليمت، خلوا الثلاثة زي ما هي. يلا نحلل هلا هدول المقدارين. هلا x تربيع زائد x زائد 6 شو بقدر احللها؟ ايش هو؟ x زائد 3 x زائد 2 بالضبط، x زائد 2 في x زائد 3. واللي تحت يا وئام؟ x ناقص 1 و x زائد 2 على فكره هاي زائد لازم هنا تكون معنا صح؟ زائد اه اي ام سوري اه هنا لازم هاي سوري هاي زائد لازم تكون، انا خرجت فيها من البدايه. اه سوري هاي لازم x تربيع بلس x ناقص 2 غير هيك مش رح تتحلل معنا. تمام فهلا هي حتصير x بلس 2 في x ناقص 1 بس. هلا هذا بيروح مع هذا وهلا عوضوا له تعويض مباشر، شو بيطلع معنا الجواب؟ 3 في سالب 2 زائد 3 على سالب 2 ناقص 1 اللي هو بده يساوي كله على بعضه سالب 1. سالب 1 ليش؟ لانه سالب 2 ناقص 1 سالب 3، مع 3 بصفي عندي سالب 1، و3 ناقص 2 1، 1 على سالب 1 سالب 1. حدا يا جماعه عنده اي سؤال على هذا السؤال؟ اي سؤال على هذا؟ لا لا كله اكيد مفهوم يا جماعه، هذا سؤال كثير مهم.
كثير 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 جد مهم. فإذا مش فاهمين فيها أي فكرة صغيرة احكوا لي. تمام، بتمنى أنه جد يكون واضح عندكم جميعا، وهيك بنكون خلصنا محاضرتنا لليوم.